السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم غريبه ديال النخله او الحمراء. كتجي غزاله سهله وسريعه التحضير، جد اقتصاديه وصحيه جدا، كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. اذا فقبل ما نبدا ما تنساوش في القناه بالضغط على زر الجرس وكل جديد، كذلك ضغطوا على زر الاعجاب اذا نال اعجابكم هذا الفيديو، تخلوا لي تعليق باسفل الفيديو، تابعوني على الانستغرام كنحط في الوصفات اليوميه ديالي، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اذا بالنسبه للمقادير فغنحتاجو 120 غرام ديال النخاله تكون رقيقه، ديال القمح تكون محمره واحد شويه في الفران او البوطه، يمكن لكم تطحنوها اذا بغيتو فاحنا خليناها هكا. غنحتاجو كاس ديال الكوك ديال العنبه او ما يعادل 60 غرام، نحتاجو جوج خمارات من وزن 8 غرام، كاس ديال سنيدة ديال العنبة كذلك، كاس ديال العنبة ديال الدقيق الأبيض الممتاز، وكاس ديال الزيت، وثلاثة ديال البيضات. إذا بالنسبة لطريقة التحضير فغنوضعو في الإناء اللي غنخدمو فيه قبصة من الملح، وغنهرسو البيض ديالنا، كما كتشوفوا معايا نضيف عليه سكر سنيدة، كما كتشوفوا، وغنضيفوا الزيت وغنخلطوهم بالضراب اليدوي حتى يندمجوا مع بعض. وغنضيفوا عليهم الكوك والنخاله، وغنخلطوهم كما كتشوفوا معايا، خلطوهم جيدا، وغنضيفوا عليهم الدقيق والخمارات، بالنسبة للدقيق فغنضيفه تدريجيا كما شفتوا معايا، وغنضيفه الخمارات ونخلطو جيدا حتى يندمجو مع بعض. حتى نحصلو على واحد العجين متماسك ولين. تمشوا معايا دابا دخلنا الدقيق، اذا غنخليوها ترتاح واحد القسمين او ما يعادل 10 دقائق تقريبا، ومن بعد نرجع لكم. اذا بعد ما ارتاحت لمده 10 دقائق تقريبا غنكوروها على الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وكنفندوها في النخاله تكون ما محمراش، يمكن لكم تفندوها كذلك في الكوك او اي يعني في اش ما بغيتو، ولكن من الافضل تكون في النخاله لانه كتعطي واحد الكو زوين. اذا غنستمر بنفس الطريقه كما كتشوفوا معايا، ومن بعد غنرجع لكم. Thank you.
اذا كما كنشوفوا معايا من بعد ما كملنا الكميه كلها اللي عندنا، دابا غندخلو من الفران يطيبوا لمده 15 دقيقه، ومن بعد نرجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم، نتمنى تنال اعجابكم. كما كتشوفوا كتجي غزاله سهله وسريعه التحضير واقتصاديه جدا، كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. فنخليكم دابا نتلقاو فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، والى اللقاء.